مساء الخير، حياكم الله. أنا جمال المعيقل وحييكم ورحب بكم في حلقة جديدة من يا هلا. البداية من تفاعل وزارة الحرس الوطني على منصة تويتر، كتبت أمنيتها وترجمت مشاعرها تجاه والدها، واستمرت في مطلبها بتحقيق هذه الأمنية في حصول أبيها على أحد مقاعد حفل تخرجها عرفانا ووفاء وتكريما له. قصة قصيرة لإحدى طالبات جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية وجدت تفاعل من قبل وزير الحرس الوطني، إذ صدرت موافقته لتوجيه دعوة لوالدها وجميع أولياء أمور الطالبة. معنا عبر الهاتف تهاني بنت علي الزهراني، الطالبة في جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية. مساء الخير أخت تهاني. مساء النور، أهلا فيكم. حياك الله. تهاني، أعطيني بس بداية الموضوع، أنت لك تغريدات كثيرة حول والدك الله يحفظه، وش الدافع لك اللي خلاك اليوم تطالبين وتستمرين بالمطالبة؟ والله الدافع الأول أنه يعني أبوي يعني عانى معي كثير في حياتي، يعني أي أب حيسوي كثير مع أبنائه، لكن بالذات معي أنا يعني له صبر كبير علي وتضحيات مرة كثيرة. ف العام الماضي حطيت التغريدة يعني وكتبت المنح للعمادة عندنا. فأول ما حطيت التغريدة يعني قمت أتأكد إن العمادة عندنا ما حتقصر، يعني حيتفاعل معي، لأن هم يعني عمادتنا في الجامعة معروفين إنه يعني يتفاعلوا مع أي حدث يعني بين الطلاب. فحطيت له ما شاء الله لقى تفاعل كبير من العمادة ومن الناس الثانيين. فبعدين أحد المسؤولين في العمادة يعني بحرني بخير وقال لي يعني إن شاء الله إنه الأمر يتم على خير. ورجعت مرة ثانية قبل أسبوعين أو أسبوع، سألت المسؤول إذا خلاص حيتم الأمر أو لا، فقال لي إن الأمر لا لسه ما حيتم. فقلت خلاص خليني أحط التغريدة لآخر مرة وأشوف إيش يصير يعني. والحمد لله حطيتها وجاء القرار الحمد لله. متى بلغوك وكيف بلغوك يا تهاني بالقرار؟ والله يعني الأمر جاني يعني أقل من 24 ساعة بعد ما حطيت التغريدة. أرسلني وزارة الحرس الوطني على الخاص إنه سمو الأمير عبد الله بن بدر رد الأمر بإنه يحضر والدي وجميع أولياء أمور الطالبة. ومن هذا المقام موجه شكري لسيدي سمو الأمير عبد الله الوطني، حقيقي يعني أدخل الفرحة لقلبي والقلوب كثير من البنات، يعني فوق 100 خريج حيتخرج وحيقول لها يعني فرحة كبيرة لآبائهم أمانة. الله يسعده ويجزاه الخير إن شاء الله. الله يحفظ لك والدك يا تهاني وجميع أولياء الأمور. هذه لمسة وفاء منك تجاه والدك، ومو بغريبة على فتياتنا وشبابنا اليوم أنه يكون عندهم هذه لمسة الوفاء تجاه أولياء أمورهم. شكرا لك. الأب مهما قلنا عنه ما حد يعني لأنه صدر كبير علينا، فمهما قلنا ومهما قدرنا ما حيوصل لضحياتنا وما فعلوا يعني من صغرنا إلى دحين الحمد لله. شكرا جزيلا لك يا تهاني الزهراني، شكرا جزيلا لك. هي بادرة جميلة ولمسة وفاء رائع اليوم من وزارة الحرس الوطني تجاه أولياء الأمور. تهاني كانت سبب اليوم بحضور كل أولياء الأمور أو اليوم في جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية في الحرس الوطني. فاصل، نعود بعده لفتح ملف يهلا لهذه الليلة حول حديث وزير التجارة عن سعودة البقالات وكذلك بيئة التجزئة والتجارة. ابقوا معنا.